بينضم لنا عبر الهاتف الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة. صباح الخير يا دكتور، وألف مبروك على هذا الإنجاز. أهلا يا فندم، صباح النور، متشكرين جدا لحضرتك. كلمنا عن دلالة هذا الإنجاز وأهميته بالنسبة للصناعة المصرية وتوجه الدولة نحو تعزيز الرقابة على جودة المنتجات. والله يا فندم دي يعني خطوة جريئة جدا احنا خدناها بدعم القيادة السياسية طبعا وتوجيهات الفريق كامل، ان احنا كنا اول دولة عربية تترشح لرئاسة الايزو منذ عام 1947. كان قدامنا منافسة قوية جدا من الارجنتين والانتخابات في كولومبيا، وشارك فيها 112 دولة من الدول الاعضاء في منظمة الايزو، والحقيقة يعني فزنا باكتساح، يعني خدنا 63 صوت من اصوات الدول المشاركة. ف كان سبق ويعني فتح جديد للدول العربية كلها ان هي تقدر يبقى ليها مكانة، مش مكانة على المستوى المحلي ولا المستوى الإقليمي، لا ده احنا كده بنقود اكبر مؤسسة دولية عالمية خاصة بإصدار المواصفات. تمام، أهمية ده في تعزيز سمعة المنتجات المصرية. طبعا حضرتك كده لما بتبقى شايف ال البداية لكل حاجة بتحصل والقرارات زي ما احنا بنقول كده، تبقى انت الفيرست هاند يعني، وتبقى عضو مؤثر وفعال كقيادة لمؤسسة عريقة زي دي. المواصفات دي بتغير العالم على فكرة، يعني في مواصفات احنا بنتكلم دلوقتي عن الاستدامة واسواق الكربون وحاجات كتيرة جدا ممكن تفتح مجالات وتقفل مجالات تانية خالص في التصدير والاستيراد وغيره. فلما حضرتك يعني نكون موجودين ان شاء الله على راس هذه المنظمه، اكيد دوت هيفيد المنطقه كلها ويفيد مصر ويفيد كل الدول، لان احنا دايما توجه مصر نحو يعني ان احنا بنحاول نشجع كل الدول، بنحاول نخلي حياه الناس احسن واسهل، وده نقدر بنعمله من موقعنا دوت من خلال رؤيتنا اللي بتعتمد على ان احنا نساعد كل الدول، ونخلينا ان شاء الله قادرين ان احنا نعمل حاجات كثيره جدا لبلدنا وللبلاد اللي موجوده كلها في المنظمه. انعكاس ده يا فندم على الصناعه المصريه على التصدير للخارج. بص حضرتك مفيش حاجه في الدنيا بتبتدي غير بمواصفه، انا لو عايز اصدر منتج بنقول على المواصفه كده الباس واي تو اكسلنس، يعني اول طريق للتميز. فما فيش فرصه لاي حد ان هو يشتغل صح وينتج منتج صحيح وامن ويصدر ويفتح لنفسه اسواق غير هو لما يلتزم بالمواصفات سواء المصريه او العالميه. احنا مواصفاتنا المصريه متوافقه تماما مع المواصفات العالميه، وده الكور بيزنس بتاعنا هنا في الهيئه. فانا لو ما التزمتش بالمواصفات مش هعرف الاقي نفسي اي ماركت يعني. صحيح. البدايه الحقيقيه ان انا اشتغل صح، ان انا التزم بالمواصفات. صحيح. طيب اخيرا بقى دكتور خالد، يعني بيقولوا الوصول الى القمه سهل لكن الحفاظ عليها صعب، ازاي نحافظ على هذا المستوى؟ نحافظ على هذا المستوى ان احنا مؤمنين بمبدا دايما عندنا كده في اداره نظم الجوده اسمه التحسين المستمر. هو ده اللي بيخلي حضرتك تتقدم لقدام، وتتقدم لقدام على حاجه ثانيه بنقول عليها اسمها الساينتفك بيزد ابروتش، ان احنا بنشتغل باسس علميه، ان احنا عندنا في مصر كفاءات نادره جدا وكفاءات محترمه جدا، ان مصر الحقيقه تمتلك كل المقومات، عندنا بنيه تحتيه اكثر من ممتازه، عندنا ناس على مستوى عالي جدا من الكفاءه، يعني ان شاء الله مصر تقدر ومصر تستطيع ان هي تتقدم في كافه المجالات طالما مشينا بالطريقه العلميه وحافظنا على منهجيه التحسين المستمر. تمام، بشكرك دكتور خالد صوفي رئيس هيئه المواصفات والجوده.